بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هيعملوا كل جهدهم ويحاولوا يفرحوا كل المصريين، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده وزاره التربيه والتعليم اصدرت قرار رقم 119 لسنه 2021، واللي رفعت فيه قيمه الرسوم المدرسيه عن السنه اللي فاتت، وحددت فيه بيبسي. زي ما قلنا احبابنا الكرام، وزاره التربيه والتعليم اصدرت قرار رقم 119 لسنه 2021، والمكون من 11 صفحه، واللي حددت فيه الرسوم المدرسيه واللي رفعت قيمتها عن السنه اللي فاتت، بل وكمان حددت فيه مين هي الفئات المعطاه من الرسوم المدرسيه. الرسوم المدرسيه موجوده هنا في صفحه رقم 2، هذه الماده الثانيه اللي بتقول ايه: تسدد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافيه والانشطه من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليميه المختلفه بمبالغ محدده لكل صف دراسي طبقا للجدول التالي. اول حاجه معانا هنا في جدول من رياض الاطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيه، زياده 5 جنيه بالنسبه للصف الاول والثاني والثالث، لكن الصف الرابع زاد كم من 200 جنيه بقي كام؟ بقي 305، لانه دخل على ايه؟ دخل على النظام التعليمي الجديد. طب من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف السادس الاعدادي 200 وكام؟ 205. اما الصف الاول الثانوي السنه اللي فاتت كانت 200، الصف الاول الثانوي 520 وكانت 500 السنه اللي فاتت. من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي 505، الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافه انواعه 220 كان 200، بعد كده باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافه انواعه كام؟ 205. دي احبابنا الكرام قيمه الرسوم الجديده لسنه 2021. ايه اللي بتقول انه استخراج رقم الجلوس سواء كان بدل تالف او بدل فاقد لشهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي ب 25 جنيه، اما بدل فاقد او تالف لرقم الجلوس لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها كام؟ 50 جنيه. المعفاة. هذه الفئات المعفاة معنا أحبابنا الكرام. بيقول إيه؟ تعفى الفئات التالية من سداد الإشراف. مع احترامي للناس وللأسامي، اسمك حبيبي أحلى اسم بلدي. تعفى الفئات التالية من سداد الإشراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية. مين هم بقى؟ واحد، أبناء شهداء ثورة 25 يناير. مين تاني؟ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاش المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم إيه؟ ما يفيد. يعني أي أسرة بتستفيد من معاش الضمان الاجتماعي. بعد كده 4 طلاب يتامى الأب، 5 طلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، 6 أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائلة والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بإيه؟ بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء إيه؟ بعد إجراء بحث اجتماعي. طب 7 أبناء مصاب الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، 8 طلاب مدارس حلايب وشلاتين وبرمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس إيه؟ شمال سيناء، 9 طلاب مدرسة التربية الخاصة ومدرسة الفصل الواحد ومدرسة التعليم المجتمعي والمدرسة الصديقة للفتيات والمدرسة الصديقة للأطفال في ظروف صعبة ومتحررين من الأمية الملتحقين بإيه؟ في المدارس. قدر رجالة مصر الأوفياء على ثقة تامة إن رجالتنا 50% لمين بقى؟ تخفيض بنسبه 50% لابناء العاملين بالتربيه والتعليم خدمه او معاش، يعني حتى لو كان المعلم او المعلمه خرج على او بلغ سن المعاش وطلع معاش، فبرضه بيتم تخفيض 50% لايه؟ لابنائه. تمام. دي احنا الكلام على ثقه تامه ان رجالتنا هيعملوا كل جهدهم ويحاولوا يفرحوا كل المصريين، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة.